ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ما ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ست النكهات أحلى ستات كل يوم طبخة عست النكهات. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج ست النكهات بموسمه الخامس، واحنا هلا وصلنا للمرحله الثالثه. مرحبا شيف. مرحبا حلق. كيفك شيف؟ الحمد لله. شيف تيمور كيفك؟ شيف اخبارك؟ نيح. طبعا زي ما احنا بنعرف صرنا بهاي المرحله عم تصعب المسابقه وعم بيقلوا المتسابقات للاسف، مع انه عم نتعلق فيهم، ولكن هاي هي شروط اللعبه حتى نوصل للقب ست النكهات النهائي. شو في عندك هيك اليوم اشياء جديده حابب تعرف المشتركات عليهم هلا بعد ما ندخلهم عنا؟ اكيد في شروط جديده. بس ندخل لما وفرح. يلا يا لما او منى وعلا بليز. لما وعلا اهلا وسهلا، كيفكم؟ تمام. كيف للمره الثالثه في مطبخ ست النكهات، شو شعوركم؟ كتير مبسوطة أنه وصلت لهاي المرحلة. وعلا شو توقعاتك؟ بصراحة شوية قلقانة لأنه وصلنا لمثل هيك مرحلة، فأكيد في متسابقات يعني عندهم قدرة عالية. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. شفت تيمور الشروط؟ طيب الشروط كالآتي والتغييرات اللي عملناها كالآتي. رح ندمج زي ما أنتوا عارفين طبق المقبلات مع طبق الرئيسي، مش مع بعض يعني، ندمج الوقت يعني. انتوا هلا راح نعطيكم انتوا السلات، راح تعرضوا المكونات، راح نعطيكم 45 دقيقة خلال هاي خلال هذا الوقت بدكم تطلعوا انتوا طبق مقبلات مع طبق رئيسي. من جهة انبسطت انه معي وقت اكثر، ومن جهة ثانية انه صار لازم اخلص كثير اشياء بنفس الوقت. مبدئيا ارتحت لانه بالعاده زي ما كنا نعمل الحلقات الاولى انه اول ربع ساعه نعمل ابيتايزرز، وهذا كان احس ياخذ مجهود مني زياده يعني. فلا هيك ممكن انه بنفس المجهود ممكن ارتب افكاري اطلع بشيء، وخصوصا انه معنا وقت اضافي يعني. الشيء اللي زياده اللي احنا يعني زدناه عشان نزيد التحدي هو خلال اول 15 دقيقه من مرور الوقت راح نعطيكم مكون جديد. مكون جديد هذا تستعملوه بالطبخة، وعندكم يعني احنا برضو بنحاول نوازن شوية، بدناش نفاجئكم كتير وبدناش يعني تلخبطوا، فرح نعطيكم مثلا اذا حبيتوا مثلا تقدر تسألونا على تب معين وين او ايش الطريقة ممكن تستخدموا فيها هذا المكون السري. بس الحلو بالموضوع انه مع كل هاي المفاجآت اللي بتربح معنا اليوم بمرحلة الثالثة تأخذ معها على البيت بشكل قيمته 500 دينار. فهذا احنا حطيناه لكم عشان نزيد الحرب بالمطبخ، وطبعا تحسوا انه احنا مش بس موجودين هنا بس عشان نحاول يعني نضغطكم يعني بدنا نطلع احسن شيء موجود عندكم. بالضبط. طيب انا سمحتوا بدي اطلب منكم طلعونا السلتين قدامكم. يلا نستعرض المقادير. هلا في عنا لبن، خيار، بندورة، بصل أخضر، ليمون، نعنع، بقدونس وفجل، وخس. هاي بالنسبة للسلة الأولى. السلة الثانية فيها لحمة كاستليتا، فيها رز، باذنجان، بطاطا، زهرة، بصل، ثوم، بهارات مشكلة، ورق غار، وعيدان قرفة، كركم، وحب الهال أو هيل. طيب صبايا زي ما لاحظتوا المكونات واضحة تقريبا شو الأكلة اللي ممكن تنعمل. يعني أنا طبختها بالمقاجي. طبختيها بالمتيجة؟ طب ممتاز، يعني متدربة وجاي اليوم.
مقلوبة وجنبها سلطة ولبن. فوراً مقلوبة. المهم إنه ما تنسوا إنه عامل الوقت كتير بيلعب دور، يعني بدكم تبدوا هلأ بدون أي نفس، لأنه الفترة كلها 45 دقيقة وهي تقريباً الأكل بتاخد هلأ دي وقت. أهم شيء الحجم ما تكبروه حتى يخلص بسرعة، والكميات زي ما بنحكي دائماً مش شرط تستخدموها كلها، المهم عنا إنكم تستخدموا النوعيات، يعني نوعية الإنجريدينتس اللي عندكم. أكيد. وأنا حابة أضيفه كمان رح تقدموا لنا 6 صحون، يعني صح صحون الطبق الرئيسي وصحون المقبلات مع بعض. يس. يعني إشي يلبى أو يمشي مع الصحن أو الطبق الرئيسي رح تمشوا تعملوا فيه. واضحة الأمور؟ نبدأ نطبخ؟ تفضلوا يلا. طبعا ما تنسوا أهم إشي مرقة الدجاج الفورية من كنور، 45 دقيقة ببلش هلأ. خلينا نشوف بعد الفاصل شو رح يعملوا المشتركات بمكونات الطبق الرئيسي. كل يوم أبقى عست النكهات. برافو. يلا ايش بتسوي لما ايش في شو الطبق الرئيسي راح يكون عندك؟ مقلوبه يعني، وعلى نفس الشيء واضحه انها مقلوبه. طب يلا شو الشيء مثلا الصبغه هيك التكنيك او طريقتك بالمقلوبه شو بتفرع عن المقلوبه العاديه مثلا ولا نفس الستايل؟ لا بحط معها شعريه، بحط معها تحتها بندوره. بالعاده بقلي اللحمه، بس بما انه ما في مي سخنه. لا في، نجيب لك. بدك مي سخنه؟ اوكي. وعلا شو الاشي الحلو بمقلوبه العاده؟ انا بالعاده بحب اعمل المقلوبه حاره، يعني بالبيت بحبوها تكون حاره المقلوبه. يعني بنكه غير البهارات اللي احنا متعودين عليها بالمقلوبه التقليديه يعني، فبحب تكون حارة وبحب ألاقي سكينة. شوفي إذا تحت عندك بالكاونتر تحت. أول إشي نقعت الرز عشان بعرف إنه ممكن ياخد وقت. بعدين بدأت في قلي الخضرة، البتنجان، البطاطا، الزهرة، وسلقت اللحمة. أول شي حطيت المي حتى تغلي وأسلق اللحمة، كان خوفي من اللحمة بنفس الوقت، يعني إني أكون نقعت الرز. أكتر شغلتين بياخدوا وقت. كانت أمنيتي إنكم تغيروا الغاز. والله يا حبيبتي صعب في غضون يوم. أو إذا أنا يعني طلعت بشكل 500 رح أعطيكم 300 تجيبوا لنا غاز كهرباء. ليش طيب؟ مش عارفة، بحس هذا الصاج تاعه نفسه يعني بيخدع. هلأ العالم كله عم بتحول لغازات الكهرباء. أنا عندي بالبيت كهرباء، بس الكهرباء الإلكترونيك التاتش، يعني بكون شايفة قدامي قد درجة الحرارة يعني. هذا كمان جزء من التحدي اللي احنا حابين نشوفكم، يعني يعني بتطبخوا بغير السيف زون هذه اللي بسموها، انه في اشي غير انتم مش متعودين، مختلف ومش متعودين عليه انتم. وهنا الابداع صراحة، هنا الابداع بالغاز. طبعا بجيب لك اياها بطريقة ثانية. بالبيت ايش تستخدمي؟ بالبيت والله انا عندي الغاز، الغاز العادي صح؟ الغاز العادي، بس طيب. لما يخلص الغاز بروح على غاز الكهرباء. حلو. وهون ايش عم تستخدمي؟ عفوا، هون بالبرنامج ايش عم تستخدمي؟ هو كهرباء. غاز كهرباء صح؟ يعني صار عندك خبره بغاز الكهرباء هلا؟ تقريبا. خلص هسه بالبيت حوليه من لازم بكل الظروف. طيب حطوا لي ملح كمان لو سمحتوا. بدي ملح، هاي فاضيه ما فيها ملح. انت بأي مرحلة؟ أنا بالمرحلة اللي قبل اللي قبل. إيش هي مرحلة؟ إيش اسمها مرحلة؟ preparation. هلا المرحلة هاي أنت وصلتي. أنا الثالثة. الثالثة إيش يعني؟ يعني مرحلة قريبة لإيش؟ للفاينل. وأنت قاعدة شو بتساوي؟
بتبارد شوي شوي بسرعة فيش وقت معك. أو يعني الفكرة أنها مش عم تطلع معي يعني ريا. في قشارة إذا بدك أذكرها. بتنجان ما بزبط بالقشارة. ممتاز رشت الطبخ بلشت المرحلة. علا تفضل. شو أكثر شيء أولادك بحبوك تطبخيه بالبيت؟ أكثر شيء بحبوا أولادي ياكلوه والله إحنا أحكي لك عنا إحنا عائلة إجمالاً بنحب الأكل فمنشكل بكل شيء يعني في عنا طبخة هيك بحبوها مقسومين لنوعين يعني واحدة من الصبايا عندي بتحب الأكل العربي والثانية بتحب الأكل الأجنبي خصوصاً إيطاليان فود يعني. ولما؟ كل شيء يعني ما في شيء معين إنه عنا بالبيت بحبوه. في شغلة هيك بحبوها أكثر شيء يعني. يعني جوزي بحب المقلوبة فقام طلب اليوم مقلوبة. عن جد؟ ففي طنجرة بالبيت أجيبها. الله طيب بدليها. وجوزك دكتور أسنان هو لما؟ والله؟ بس يمكن بيكون صعب مرات مع شغله ووقتك انه تتغدوا بوقت معين ولا كل واحد لما بيرجع بياكل لا بوقت. احنا بنتغدى على الثمانية بالليل يعني عشاء. تساعده بالطبخ مثلا ولا عنده طبخات هو بحب يطبخها مثلا؟ يعني مرات بس ب لا تبعيات هذا فانا بطبخ اسهل. علا تفضل ما سمعتك. يعني زوجك بيطبخ معك مثلا احيانا او بيجي بقول لك مثلا خلص انا اليوم انا بدي اطبخ عنده طبخه بحب يطبخها هو؟ تستغرب اذا بحكي لك جوزي بيضاهي الشفات قد ما هو عنده تاتش بالاكل يعني حلو كثير شاطر. طب شو اكثر الطبخات اللي بحب يطبخها هي؟ حتى بالطبخات ولما عرف اني انا اجيت لهون عمل لي استاذ وقال لي بتعملي هيك وبتعملي هيك ما جاوبتي. طيب ايش طبخه شو الطبخة اللي بتحبي جوزك يطبخها؟ يطبخها؟ بيعمل لنا ستيك زاكي. ستيك حلو؟ أكثر أغلب الشيء على فكرة بيعمل لنا ستيك زاكي صح؟ أغلب الجيزان بتحسهم بحبوا يعملوا ستيك والباربيكيو والهاي الأمور. طب مين تعلمتي المقلوبة يا لما؟ أنا؟ صراحة مقلوبتي ما بتشبه مقلوبة لا أمي ولا احكي لك القصة. احكي لي القصة. هاي كان احنا كنا ساكنين انا واخواني. اهم شيء ما تحكي لي حماتك بس. لا. القصة انه كنا انا واخواني لحالنا في البيت واهلي كانوا مسافرين فاحنا كنا بندرس هون. وكان عندنا جارة لما بتطبخ انه مستحيل ما تعرف انها عاملة مقلوبة. كل حدا بيعرف يعني؟ كل الجيران لازم تعرف انه الجارة طابخة مقلوبة. كل مرة إنه بعدين يعني مع هالمقلوبة يعني اللي بتعملها بنعمل مقلوبة بس ما بتطلع هيك الريحة ولا هيك يعني الإحساس بتحس إنه هي هاي مقلوبة. فمرة إجت ماما وكنا إحنا موجودين يعني في يعني موجودين كل العيلة موجودة في البلد كل واحد يدخل يا ماما إيش مقلوبة هالجارة هاي إيش مقلوبة هالجارة هاي لحد ما نزلت عندها وعرفت لنا إيش السر. فطلعت الأنتي بتحط بندورة تحت وبتقلب جزر بتحط برضه وعندها بهارات معينة هي الله يرحمها يعني هلأ توفت. فمن هون يعني هيك تعلمتها يعني أخذنا الطريقة بالضبط منها وصرنا نعملها. وبطلبوها منك؟ يعني تنطلب منك المقلوبة يعني؟ يعني شوف الغريب يعني حتى التراث والأكل يورث يعني من مكان لمكان من أم لبنتها من جدة لحفيدتها من جارة لجارتها. غريب الأكل على فكرة. هلا مش شرط تكون هي مقلوبتها أذكى من مقلوبة امك مثلا بس انتم من الحرمان انكم قاعدين بالبيت وعم تشموا روايح وفيش حقوق ماما تطبخ لكم. لا حرام انا كنت اطبخ كل يوم. كنت تطبخي لهم؟ واخواني ما بياكلوا بايت كمان. طيب ديما صار وقت ال يلا اروح لهم انا ولا انت؟ انت حضرتك هاي الثلاجة انت منخليك للاخر اكيد. طيب صبايا هلا بما انكم وصلتوا لهي المرحلة صار وقت ايش؟
صار وقت ايش؟ صار وقت ايش؟ ندخلكم المكون. يلا. طيب يا صبايا هلا شو صار وقت؟ وقت بدخلكم اشي ظريف على المطبخ. ممكن ممكن ممكن. شو رح تعملوا فيه؟ امتى رح تدخلوه على الوصفه؟ يفضل طبعا هلا تدخلوه على الوصفه، ومعكم طبعا 15 ثانيه انكم تستعينوا باحد الشيفس يقولوا لكم شو ممكن تعملوا بالبامكن. ولا مره استخدمته مع المقلوبه، وانه حتى ما عمري ذقته يعني مع المقلوبه. هو مش غريب علي، بستعمله بالعاده بالايام العاديه بشغلات ثانيه، بس عمري ما جربت اني استعمله بالمقلوبه، فاستعنت بشيف ديما وفورا طبقت مثل ما هي حكت يعني. احنا رح نستعين فيكم بس بهاي المرحله ولا ممكن اجلها؟ لا هلا، بس معكي بس 15 ثانيه من هلا. هلا اوكي يلا تفضلوا، اذا بدكم لازم هلا تستعينوا بالشيفس. بعد الفاصل رح نشوف ايش رح يعملوا المشتركات بالمكون السري. كل يوم ابغى عست النكهات. صبايا زي ما خبرتكم معكم 15 ثانية إذا بدكم تستعينوا بأحد الشيفس اللي عندكم حتى إنه نساعدكم بأي تيب إلها خاص بالمكون. شو يا علا؟ ممكن أسألك هلأ؟ تفضلي حبيبتي. أنا عم بفكر أقليها مثلها مثل الباذنجان والكوسة، وبرضه تكون مكون بال أكيد هلأ بما إنك عم تقلي وتقلي هذا الخيار الأصح بقلب المقلوبة. هي ممكن إنها تنشوى، ولكن بما إنك آلية وآلية فهذا يفضل إنه يكون المثل. اختصار للوقت. لما عندك بتحبي تسألي اي سؤال؟ ايش اسوي فيها؟ انا بطعميها لبنتي الصغيرة يعني، بس ايش بتقترحوا اسوي فيها؟ مين بدك تسألي؟ اي شيف؟ شيف تيمور. يلا شيف، ايش تعملي لبنتك الصغيرة فيها؟ بيوري كانت بيوري. يعني كثير بتحبها. طب ايش اشي غير البيوري بنعمل فيها برأيك؟ بما انك هلا عم تستعملي الخضار شو ممكن تعملي؟ ممكن احطها مع ال طيب. بس مش عارفة إذا الطعمة رح تكون ضابطة. عادي بتقدر تدمجيها مع الخضار عادي، بس لقي لها تقطيع معينة، لأن أنت بتعتبريها زي مثلاً عشانها شوي يابسة، فبتقدر تعتبريها زي البطاطا. زي البطاطا؟ فيعني بتأخذ نفس طريقة الاستواء، يعني هي أشد من البتنجان والزهر. نفس الإشي؟ اعتبريها زي البطاطا، نفس مكون البطاطا. سبعة 27 دقيقة ضايل معكم للوقت. يلا لما يلا يلا. طيب ما تنسوا كمان مكون كنور. استعملتي لما؟ لا لسه. علا؟ لسه. طيب ما تنسوا. هلا في كتير ناس صاروا يستعملوا القرع بال بال بالبرزنتيشن، صاروا يقوروه من جوا ويحطوا فيه طبخه جاهزه، بدل ما يحطوه مثلا بوعاء مثلا بيستعملوا نفس البامكن او القرع. في شيء اوزي بيسووه صح؟ بالضبط. اوزي مثلا ريزوتو مثلا بزبط. هاي هيك معلومه اضافيه يعني. علا رزكم وين؟ الرز. الرز انا هيو صار جاهز. انا اعتوه. اوكي بدي ابلش. ما
صار الوقت يصير أضيق وصاروا يخبرونا إنه ضايل 20 دقيقة، ضايل 19 دقيقة، ففكرت إنه إذا بدي أحط المقلوبة أعملها بالطريقة الاعتيادية ما رح تستوي، وما رح وأرح أقدم للشيف طبق مش مستوي. فعشان أطلع من المأزق اللي أنا فيه سويت الرز لحال وقليت الخضرة لحال. من المرحلة الأولى لهلأ حسيتي حتى أنت بشخصيتك بالطبخ علا اختلفت؟ والله اختلفت، اختلفت يعني بأكثر من شغلة. يمكن كان في شغلات زمان، يعني أنا بحب المطبخ وبحب أشتغل ويعني أطلع شغلات جديدة، بس في شغلات بدها تركيز مش المفروض أمر عليها مرور الكرام، يعني صحيح صحيح. ممكن تعمل فرق كبير، شغلات بسيطة يعني ممكن أقدر أعملها، يعني ما مش هو صعب. شو اللي ممكن يعمل فرق؟ يعني في نوعين، الواحد بس في شغلات بسيطة يعني كان ميك ديفرنس زي ما بيقولوها، يعني تقدر تعمل فرق كتير رهيب يعني. صحيح. لما يعني شخصيتك بالطبخ كيف غير عليك البرنامج مثلا، او خلينا نحكي المرحله الاولى للمرحله هاي اللي انت فيها الثالثه؟ يعني صرت انتبه للديتيلز اكثر. صحيح. طريقه التقديم اختلفت عندكم؟ يعني انا علا انت شفتك اكثر مره بتقدمي بطريقه حتى لما يعني كنتين احنا عندكم. احنا بالبيت بنحب نعب ناكل، نحس انه حالنا بمطعم هيك بحبه يعني. حلو. فبحب طريقه وانا من الناس اللي عندي العين اللي بتاكل. صحيح. قبل انا هذا احشي لمسناه عندك وكمان لمسناه عند لما لما قدمتينا صحن الجرجير، صراحه كان ولا لا شيف تيمور؟ 100% شيف. بعد 10 دقائق شيف ديما. جد 10 دقائق؟ جد شيف ديما، عن جد شيف ديما ضيع 10 دقائق. 10 دقائق لنخلص المقلوبة تخلص؟ والصحن المقبلات تخلص المقلوبة؟ يعني I hope إذا ركزتي رؤتي بتخلص. هذا اللي بتعملي فيه على صحن المقبلات؟ صحن السلطة وفي بكنور تتبيلة سلطة بالأعشاب حبيتها من المرة الماضية، بتعطي نكهة قوية واضحة. بلشت أقلي بالباذنجان والخضرة الموجودة للمقلوبة، وبنفس الوقت وأنا بقلي بلشت أشتغل بالسلطة كمان حتى أني أستغل الوقت، طالما كل المواد اللي بدها على الغاز موجودة على الغاز، فبلشت بالسلطات حتى يعني أستفيد من الوقت. السلطة وين صارت؟ أنا تقريباً خلصت السلطة. ممتاز. وعم بعمل سلطة كمان تانية، ممكن أستعمل نعناع. باقي معكم 5 دقائق بدنا ناكل المقلوبة. رح تخلص 5 دقائق شف؟ 5 دقائق. كيف الوضع عندك يا علا؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله بلحق على الوقت. طيب. إيش لما؟ لما ليه هبطتي لما؟ إيش صار معك؟ ليه هيك نزلت الإنرجي؟ لأنه عم بحاول اخلص. يلا لما يلا شدي يلا لما.
ترتيب النظافة كثير مهمة، جدا جدا مهمة. استنى لحظة واحدة بتسرع بس تعرف حاسه إذا كانه تقليد هذا الشيء. يعني كثير ناس بحسهم لا شعوريا عندي يعني يلا 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 علا يلا 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 very good. شجعك شجعك يلا. اوف هي علا كمان قلبتها عم بتوترني. انا عم بوترك انا بقى تيموري عن جد. دقيقتين ضايل معكم دقيقتين. لا 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 طيب لا لا كملي احكي خلص مشكل كملي اسرع اسرع خليني بعيد عنك وما عم بوترك. اضحكي وانت عم تسكب الصحن اضحكي عشان يبين وذ لاف. بين وذ لاف بالضبط وذ لاف. علا نفس الشيء اسرع يلا على طول اسرع علا. في معالق اكبر اذا بدك يعني صح ممكن استعمل مثلا يعني اذا حابب استعمل مخي شويه. ستين ثانية بطلت أركز أو الثاني الستين. يلا أربعين ثانية. دايماً هيك عم بيصير كان في كل المراحل اللي قبل، فالمرة كنت جاي إنه مستعدة أكتر لأني أنظم الوقت أكتر بس ما مشى الحال. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاث اثنين واحد ليز ستوب. وقفوا وقفنا. طيب كل عافية الله يعافيك. خلصتي لما أو علا تقريبا؟ تفضل شوف تيمور إنجاز بدأته إنجاز صراحة. خلصتوا مع بعض اللي مع بعض خلصتوا برافو. راح اطلب منكم تقدموا لي الصحون لو سمحت. يلا تفضلوا. بعد الفاصل رح نشوف مين اللي رح تفوز معنا. كل يوم ابغى عست النكهات. يعطيك العافية. الله يعافيكم. علا بلش بيه صحن علا. صحنها بتحسوا انه عن جد مقلوبة اللي هي المقلوبة الأصلية اللي هي بتنجان مع بطاطا مع زهرة مع الرز واللحمة داخلة معاهم، يعني بتحس انها عن جد المقلوبة الأصلية مش معدلة أو صاير فيها أي شيء تاني.
ولا كثير ذكي. صح صراحة. و يعني عملتي تكنيك المقلوبة دخلتي فيه المكون السري. يعني أنا بس كان عندي يعني لو إنك بس زدتي شوية عيار بلحمة. أنا عم بطلع على صحن لما عندها لحمة أزيد من عندك، بس أنا هيك بحب المقلوبة، يعني بحبها شوية تكون زي ما بحكوها بالعربية خابصة أو ضاغطة يعني مقلوبة. صحيح. سلم إيديكي علي. يسلم إيديكي. بالوقت اللي عندك يا اللي هو المحدد اللي كان 45 دقيقة أنجزتي ما لا ينجز، فالخضار عندك مستوية مقلية صح، البامكن كتير عاملة إضافة صراحة جوا الأكلة، الرز بهاراته مزبوطة بيرفكت، واللحمة سواها 100%. شكراً لك. سلم إيديكي. يعني بجوز إذا عجبني إشي، يعني عجبني كيف فزعتي المكون السري مع البطاطا فوق اللحمة، تكنيك حلو. بس أنا بالنسبة للصحن كتكنيك يعني كان، أو أنا توقعت منك أكثر منك، يعني أنا توقعاتي لما أجي من اللي شفته منك بالمراحل السابقة توقعت إشي يعني أحلى منك. أنا كمان أنا مع الشيفس يعني 100%، بس أنا كتير جتني يعني مش ناشف، يعني كتير شوي صغيرة، بس كطعم مقلوبة وكطعم صراحة سلطة كتير طيب. يسلم إيديك. شكراً علا. ندوق صحن لما. صحنها مرتب وقدمته بطريقة حلوة وخلتني أحس بالقلق نوعاً ما، بس بنفس الوقت بحس المقلوبة مقلوبة، يعني مش كتير ممكن إنه إحنا نتفنن فيها أو نحاول نطلعها بشكل تاني. أنت حاطة صوص مع السلطة؟ ملح وليمون. لما انت كثير قويه بكثير اشياء، منها البرزنتيشن عندك دائما قوي حلو، ولكن تكنيك كتكنيك المقلوبه في شوي، يعني اوكي بقدر انك انت انعجقتي بالوقت وقررتي تعملي الرز لحال والخضار لحال، بس انا صفى عندي الخضار لها طعم لحال والرز لحال، يعني مش مندمجه مع بعض بالبهارات، مش نازل الزيت اللي عاده احنا بنعتمد عليه من الخضار بعد ما تنقله حتى تنكه الرز تعمله بلمع تعمله له طعم. السلطة زاكية، بس بما أنه عندك خل كمان وكان فيك تضيفي خل، يعني فيها هيك طعم ليمون أكتر، عرفتي؟ حلو طريقة البرزنتيشن، ولكن طعمة المقلوبة كمقلوبة مش واضحة عندي 100%. كيفك؟ أنا صراحة عجبتني الخضار المقلية بالرز اللي أنت عملتها، يعني أنا بالنسبة لي مش أكثر منها خضار مقلية قدمتيها مع رز. لا أنا حاس بطعم المقلوبة ولا شايف مقلوبة، وصراحة إذا في إشي عجبني صراحة بهذا الصحن كتير وعجبني كطعم، أنا ما بحكي لك كطعم، يعني كطعم طيب موجود بس مش مقلوبة. يعني لو سميتي لي هاي إشي تاني أنا ما عندي مشكلة أتقبلها وأقول لك الطريقة اللي أنت عملتي فيها كتير حلوة. البامكن طريقة قلتي يعني معمول بطريقة صاير كارملايز هيك طريقة كتير طيبة. ما عجبني طلت اللحمة من المي وحطيتيها جنب الصحن، يعني لو عملتي فيها حركة أنا بالنسبة لي هاي مش أكتر من خضار مقلية مقدمة مع رز ولحمة مسلوقة جنبها. أنا كتير بدي أنبهك على شغلة، انت اليوم ب 45 دقيقة طلعتي بفكرة، مش انت اخذت الريسك طلعتي بفكرة وعملت برزنتيشن بصراحة واو.
بس انا غلطتك هاي انا غلطتها من قبل وعلمني اياها شيف عماد، تحية للشيف عماد اللي انا كثير بحب البرزنتيشن، مرات بنسى بضيع يعني كيف شكل البرزنتيشن، كيف لازم اعمل برزنتيشن. بحكي لي تيمور حلو البرزنتيشن بس لازم تربط هون مع هون، مش هاد بحال وهاد بحال، وبالاخر اذا طلع الشكل حلو بس الطعم مش 100% بتخسر يعني الرؤيه بتخسر. بس اذا كانت الرؤيه اذا كان الطعم اقوى من الرؤيه خلاص تمشي معك. انت دائما عندك هاي الموهبه، موهبه البرزنتيشن هاي موهبه مش اي حد عنده اياها. فكل مره لما تطبخي له قدام بس عليك تربطي بين بتشوفيه ما طعم. كل احترام. سلم ايديك. علامتك شف. اوكي، وصولكم لهي المرحله بحد ذاته انا بعتبره نجاح، ونجاح كبير. تميزتوا، احنا بهاي المراحل خلص عم نتعلق بالستات لانه كل وحده عم تطلع عم نزعل قد ما كلكم مبدعين، ولكن دائما في ربح وخساره وفي فايزه وحده معنا. الفايزه معنا لليوم هي علا، مبروك لك علا. لما بنعتذر منك طبعا، ومبروك لك كمان علا ال 500 دينار عن حلقه اليوم. الف مبروك وعلا ابدعتي ولكن الحظ ما حالفك. شكرا كثير لكم. شكرا. شعور اكيد حملني مسؤوليه اكبر وخلى عندي توتر زياده من هلا للحلقه اللي راح تيجي، وان شاء الله يعني راح اعمل قد ما بقدر ونطلع بنتيجه ممتازه ان شاء الله. صراحه شرف لي انه الحكام مثل شيف ديما وشيف محمد لافي وشيف تيمور انهم يدوقوا اكلي وانهم حبوا بعض الاشياء اللي عملتها، وان شاء الله يعني تكون خطوه لاشياء كثيره لقدام.